والانتهاء من هذا الصراع الداخلي الفلسطيني الفلسطيني. مباشرة إلى المحلل السياسي السيد أحمد رفيق عوض وقراءة في الوضع الراهن. يسعد صباحك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. يعني بداية أستاذ أحمد، المبادرة الفرنسية يعني ما بين أطروحاتها وما بين القراءة الأولية الفلسطينية، على ما يبدو أنه هنالك في فجوة كبيرة في الرغبة في الانخراط فيها. كيف يمكن قراءة المبادرة الفرنسية فلسطينية؟ من ناحية فلسطينية، الحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية وافقت ورحبت بهذه المبادرة باعتبارها توفر يعني أفق لعقد مؤتمر دولي للسلام، تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية، تتحدث عن جدول زمني، تتحدث عن ضمانات. بالتالي القضية الفلسطينية تقبل هذه المبادرة، بالعكس تعتبرها يعني فرصة للعودة إلى المفاوضات، وبالعكس تعتبرها أيضا كسر للجمود السياسي، وتعتبرها إحراج حتى لإسرائيل التي تغسل يدها من أي تسوية أو رغبة في التسوية. بالتالي القيادة الفلسطينية ترحب بذلك وتدعو أن يكون هناك، وحاولت أن يعني تهيئ موقف عربي يضغط باتجاه تعزيز هذه المبادرة وتحقيقها. نعم. طيب يعني لكن في ظل ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية أنه وخاصة في زيارة مرتقبة لوزير الخارجية، أو بالأحرى يعني بعدما كان هنالك حديث على أنه سيصل في الفترة القليلة، يعني خوف أو تخوف من قبل الإسرائيليين من محاولة كيري فرض حلول كالتي فرنسا تحاول تقديمها، يعني هنالك مساعم حثيثة ربما لا نعلم مدى مصداقيتها من أجل إحلال السلام وفرض السلام بطرق مرضية لكافة الأطراف، لكن ما مدى إمكانية هذه المساعي أن تنجح هذه المرة خاصة بعد محاولات باءت بالفشل؟ لا يمكن الحديث عن فرض لتسوية لا أمريكا ولا فرنسا على إسرائيل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في أحسن حالاتها لم تفرض التسوية على إسرائيل أصلا، وبالعكس من ذلك يعني كل المواجهات التي حدثت بين الحكومة الإسرائيلية الحالية، حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية في دورتيها يعني الأولى والثانية، استطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تفرض رأيها على الحكومة على الإدارة الأمريكية. وبالتالي لا يمكن يعني أو لا نتوقع أن يكون هناك فرض للرؤية الأمريكية على إسرائيل إطلاقا. الآن فرنسا هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع ذلك إطلاقا. فرنسا أيضا اللوبيات المختلفة داخلها يعني لوبيات قوية لإسرائيل، اليمين الفرنسي قريب لإسرائيل، الاشتراكية الفرنسية أصلا دائما الاشتراكية الفرنسية قريبة لإسرائيل. بالتالي لا، الحديث عن ضغط لا نتحدث عن ضغط. إذن ما جدوى هذه ربما يعني هذه المحاولات والمبادرات سياسيا ومن ناحية خلينا نقول السلام، يعني إحلال السلام إذ إن لم تكن لها أي نتائج أو أي إمكانية من أجل أن يكون هنالك سيطرة على الموضوع؟ شوفي الجدوى، جدوى هذه المبادرات. اولا فرنسا ترغب بان يكون لها استطالات هنا في المنطقه، وترغب ان يعني تتدخل في شؤون المنطقه، يكون لها نفوذ حقيقي مقابل النفوذ الدولي المتنامي في المنطقه، النفوذ الروسي، النفوذ الامريكي، النفوذ البريطاني، والنفوذ الصيني والنفوذ الروسي، فهي ايضا تريد دخول هنا، وهي تستعمل الحصار السوري والحصار الفلسطيني لاجل دخول ذلك. هذا اولا. ثانيا فرنسا تطلق هذه الدعوة، تطلق هذه المبادرة أيضا من أجل تعزيز العلاقة مع إسرائيل. في إسرائيل هناك بين فرنسا وإسرائيل علاقات قوية اقتصادية وثقافية، وحتى جالية فرنسية يهودية قوية في إسرائيل. صحيح، وهذا ما تكشف الأرقام اللي يعني في الهجرة من فرنسا إلى إسرائيل. تماما. ايضا الجدوى انه فرنسا تريد ان تلعب الاوروبي باعتبار هناك انحصار للدور الالماني والبريطاني. فرنسا هي دائما التي الدوله الوازنه التي تقود في بعض الاحيان الاتحاد الاوروبي. المساله الاخرى انه هذا الجدوى هو انه تقدم مبادره تبقى لعبه الوحيده في المدينه، انه بدل ما يكون هناك فراغ
السياسي، لا هناك في مبادرة فرنسية مش شرط أن تنجح بقدر ما يكون الكلام حولها لمدة سنة سنتين، وعامل جذب لكافة الأطراف سواء الفلسطينية أو حتى الإسرائيلية بالنسبة لعملية السلام. طب في ظل المبادرة الفرنسية يعني سنتخطاها قليلا، وفي عندنا حوار فلسطيني فلسطيني فتح وحماس حول المبادرة الفلسطينية من أجل المصالحة، هل تنجح أم تفشل؟ لا برضو هذا يعني هم يذهبان إلى الدوحة لمجرد إسقاط يعني الحرج، إنه ولا واحد منهم يتحمل المفاوضات. يذهبان الآن فتح وحماس إلى الدوحة دون أن يكون هناك اهتمام في المنطقة لمصالحتهما، لا أحد يرغب بأن يعني يضمن مصالحتهما أو يمول مصالحتهما. التحالفات في المنطقة لا يعني لا ترغب حتى في أن يكون هناك مصالحة. الذهاب إلى الدوحة أولا لطلب قطري، قطر تتراجع على المستوى السياسي رغم أنها عندها يعني نفوذ اقتصادي في غزة وتريد أن تستثمر سياسيا، خاصة أنه تراجعت لمصلحة السعودية في الملف السوري، وأكثر من ذلك السعودية يعني طلبت من قطر أن تتراجع عن كثير من الأمور، وبالتالي هذا أولا. ثانيا فتح وحماس يذهبان وهم يعرفان أن هناك هبة جماهيرية خطيرة قد تطيح بهما أصلا، وبالتالي هم يذهبان للتفاهم على الآفاق التي يمكن أن تسفر عن هذه الهبة. وبالتأكيد يعني نتمنى ألا يعني يكون هذا الذهاب أو هذه المبادرة سواء كانت يعني من أجل إحلال السلام بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي أو حتى الفلسطيني ألا يكون شيء لحظي أو مؤقت، بل على أمل بالفعل الأهم هو أن يكون هنالك مصالحة فلسطينية كي نستطيع مجابهة الاحتلال. شكرا جزيلا لك محلل السياسي الأستاذ السيد أحمد رفيق عوض على هذه المعلومات، وبالتأكيد